عيط له وانا مدعم للسي عبد اللطيف الخمولي في هذه المحنه ديالته، وكنقول ليه يعني خلي الاشياء يعني تاخذ المجرى ديالها الطبيعي، وما نطيحوش في انه يعني نكونوا، لانه هذه مساله قانونيه، والمسائل القانونيه لا نعترضها بالصحافه او بالاحتجاجات. مسائل قانونيه مسائل قانونيه. اذا اسرع عليك واحد الحاجه قانونيه، يعني تقبل الوضع كيف هو، ولكن من بعد حنايا معاك من بعد هاد الوضع القانوني، لان هذا وضع قانوني ما يمكنش حنا نعترضوا عليه. حيت هذا الشيء ما حنا قلتي 30 عام وهذا، وانت في ديك البلاصه والى اخره، وهذا السيد عنده سكن وظيفي والى اخره، وهذا السكن الوظيفي الى اخره، ما كنعرفوش شنو هي الحيتيات القانونيه. حنا ما كنفورسيوش القانون خصو ياخذ مجراه، وخصنا نكونوا حنايا ونديروا الاجراءات تكون مزيانه. مرحبا، اهلا وسهلا، ولكن بالنسبه لنا حنا كفنانين، حنايا خصنا نوقفوا مع السي خمولي، نوقفوا معاه في المحنه ديالته، ونشوفوا كيفاش نديروا انه ما يبقاش محتاج كاع على ذاك السكن الوظيفي ديال ذاك الشرطي. انا كنظن واحد المساله، انه المعاناه سهله. انا كنعاني دابا، انا حاليا كنعاني، عانيت غير اليوم، عانيت بانه قالوا لي راه انا وقعت لي اكسيدون حادثه سير، عيطت لي امي، عيطت بزاف ديال سميتو، كيعيطوا لي كيقول لي حادثه سير متي. تخيل انه انايا كنعاني من مجتمع متخلف، مجتمع جاهل، مجتمع لا ما كيبغيش الحقائق. تدير عليا اشاعه تقول انه انا مت البارح، انا مت البارح، دابا انا يعني كنهضر ما عرفت، يمكن غتقول بغا، يمكن اتفقت مع حيت درت اجتماع مع نكير ومنكير وداك الشيء وسميتو، وقلت لهم عافاك خلوني حتى الغدا بعدا نقول لهم راه كذا، وحضر الافتتاح وديك الساعه خلوني نمشي بحالي. لست مثيرا للجدل، هم المثيرون للجدل، هم يبحثون عن الجدل. الساعة الإضافية أقبح ما وقع في تاريخ المغرب، هي الساعة الإضافية أقبح ما وقع في المغرب، وهذه ما يمكنش يديرها لا يساري ولا يميني ولا أي واحد، هذه ما يمكن يديرها إلا واحد اللي كيصاوب لاجوندا ديال الشركات ديال فرنسا، ديال الشركات ديال أوروبا، ديال هاد ماكرون اللي تيغوتوا عليه دابا في أوروبا، راه هو اللي صاوب هذه الساعة هذه الإضافية، هو هذا. برافو عليك.